FM. الكلمة ليك. والله في حمامات الناس الكل فما ناس اللي مع الأسف نقولها ونحودها ما نعرفش علياش ما يحسنوش الظن، ديما فما الظن السيء. فما ناس اللي قالوا أحمد الشعباني خذا فلوسه اللي سالهم الجمعية وصحيح، معناها ماشي غادر نادي كرة القدم بالحمامات. نقول لهم لا، نقول لهم 150 ألف دينار هذه مش تخلص القديم والجديد بقدرة ربي، باش الناس الكل تبدأ في مارس خالصة، سواء اللي عمناه واللي سالونا فلوس ولا اللي سنا يسالونا فلوس، مع فلوس الوزارة مع فلوس البلدية بقدرة ربي بالصبقة هذه نقولها ونعاودها. الناس الكل مش تمشي خالصة، سواء اللي فورنيسور سواء اللاعبين القدامى زادة اللي لعبوا وعطاوا من عرقهم الحمامات، إن شاء الله زادة نكونوا في المستوى باش نخلصوهم ويبقى نادي كرة القدم حمامات معناها مخلص مع الناس الكل، مع اللاعبين ومع اللي فورنيسور. الكلمة ليك.